ليك كتير حلو هيدا المطرح. اليوم رح صبته ونطفه، بس بدي اياك تجيب لي شوية اغراض تنظيف من عند خالتي زيون. ايش عم تعملي هيك ضحى؟ شو عم بعمل؟ عم زبط بيتنا، بس بدي اياك تجيب لي شوية اغراض تنظيف وشوف شو رح يصير حلو ومرتب. ليك صرت قايلك 100 مرة ما بقى فيك تضحك علي من هلا وبالرايح. انا ولا مرة ولا مرة كذبت عليك شريف، بالعكس أنا بحبك ومن أول لحظة وثقت فيك وبعدني بوثق فيك لهلا وبخبرك كل شيء. أنت محتالة مثل بيك وأختك، أنا بكرهك، صرت أكرهك. أنا رايح آخذ حنان عند الحكيم، يمكن يكون شلت بسببي وبسببك طبعاً. بس أنا ما خصني، أنا ما خصني، أنا بس حبيتك. إذا حبي لإلك جريمة إيه بكون مجرمة، بس خير هيك أنا ما عملت شيء. ما خصني، ما خصني، ما خصني. أنا ما بحياتي كان بدي أذي حدا. أنا هربت من بيتي ليلة خطبتي تما أذي حدا، تما أذي أختي، تما أذي عيلتي، تما أذي بيي. صدقني صدقني، بطلت قادر صدقك. بس شريف أنا بحبك، أنا بموت فيك، أنا مستعدة أترك بيتي وعائلتي وصار بتبيي كلها سوا وجي أسكن معك هون بهالتخشيبة برحمة أمي. أنا بفضل أعيش معك هون ولا أرجع بيتي وأخسرك. ردودي أختي، ما بدي شي منكم أبداً، بس تردودي أختي. عم بقلك ما خصني، عم بقلك إنه بحبك، بحبك. شريف بتفل، بترجيك شريف ما تتركنا لوحدنا.